أطلق المجلس الأعلى للمرأة برنامج الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بهدف دعم المستفيدات من برنامج التقاعد الاختياري في حال رغبتهن للانتقال الميسر الآمن من الوظيفة الحكومية إلى مجال ريادة الأعمال أو مؤسسات القطاع الخاص. يهدف البرنامج بشكل رئيس إلى استدامة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني وتيسير الانتقال الآمن للمرأة البحرينية من الوظيفة الحكومية إلى حقل ريادة الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص، وتشجيع المشاريع الريادية المبتكرة من خلال التوعية بالخيارات والفرص المتاحة في سوق العمل. خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الأعلى للمرأة بالرفاع بحضور الشركاء الاستراتيجيين لهذا البرنامج، أوضحت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن برنامج الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية يأتي منفذا لأحد قرارات المجلس الأعلى للمرأة التي تم اعتمادها في الاجتماع الثالث الذي عقد في 10 من ديسمبر 2018 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة العاهل المفدى حفظها الله، كاستجابة من المجلس لدعم المبادرة الحكومية للتوازن المالي ومن بين أهم محاورها برنامج التقاعد الاختياري. أشارت الأنصاري إلى أنه من ضمن آليات تنفيذ هذا البرنامج تشكيل شبكة للموجهين والمرشدين وتنظيم جلسات إرشاد وتوجيه ولقاءات توعوية عامة ومعارض توظيف تخصصية وتسليط الضوء على قصص النجاح، إضافة إلى التوعية بالخيارات والفرص والخدمات المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وفي تصريحات لهم على هامش الاجتماع في المجلس الأعلى للمرأة، أشاد ممثلو الجهات ذات الاختصاص المعنية ببرنامج الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية بمبادرة المجلس لتبني هذا البرنامج الوطني النوعي بتوجيه من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بما يواكب اختصاص المجلس في تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة. يأتي استمرارا لبرامج المشاركة الاقتصادية التي ينفذها المجلس وتسهم في تدريب وإرشاد المرأة البحرينية وتشجيعها على التحول نحو ريادة الأعمال. اهتمامهم بالمجموعة الكبيرة من السيدات أو الإناث الذي سوف يخرجون على التقاعد هي دليل أنهم حرصهم خوفهم على مستقبلهم، لذلك قدموا خطة متكاملة فيها جميع الجهات اللي ممكن تساعدهم على الأخذ بيدهم في تقديم مثلا أو حصولهم على وظائف أخرى بديلة. بالنسبة لدورنا أن احنا المفروض نوعي هذولين المتقاعدين، لأن أغلبهم صغار السن، بأن تنفتح قدامهم مشاريع. قبل هذه المشاريع لازم نهيئهم نفسيا لانتقالهم من قطاع حكومي إلى قطاع خاص. إن إطلاق البرنامج الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية اليوم يعتبر أحد المبادرات التي وافق عليها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي حفظه الله، بهدف دعم المبادرة الحكومية للتوازن المالي وبرنامج التقاعد الاختياري، وليكون أحد الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية التي أقدمت الاختيار التقاعد الاختياري والدخول في مجال ريادة الأعمال والقطاع الخاص.